نحن أصحاب إرادة وعزيمة، لا أصحاب تخاذل وتواني. هم إن شاء الله، بل هممنا تزيل الجبال إن شاء الله، أعني جبال الذنوب التي يحملها كل فرد بين جنبيه، والتي تقسم الظهور وتؤخر التكامل وتزيد من التسافل. ويمكننا أن نعبر تعبيراً آخر فنقول: نحن أصحاب هدف واحد، هدف، وكل من جعل لنفسه هدفاً صالحاً، شوف، هدفاً صالحاً بطبيعة الحال خال من المآثم والمظالم، ووطن نفسه على الوصول إليه على الرغم من كل الحواجز والمصاعب، مو تتصور هيك فارغ الطريق، على الرغم من كل الحواجز والمصاعب والبلاءات والعقبات، فسيكون الله موفقا له، موصلا له لذلك الهدف، مسددا بذلك منه، مسددا منه بذلك منه جل جلاله. قال تعالى: ومن أراد الآخرة، من أراد الهدف، من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وكل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. مفتوح للجميع حبيبي. ويمكننا أن نفهم معان عديدة من هذه الآية فيما يخص بحثنا بطبيعة الحال، ومما يمكن استنباطه وباختصار في تلك الآية مراحل تحقيق الأمنية. أولاً، أو واحد، الإرادة، كما في قوله تعالى في نفس الآية: ومن أراد الآخرة. واللي ما يريد طق راسه بالحائط. فالإرادة هي المنشأ الأول للنجاح والفلاح والصلاح والإصلاح، وبلا إرادة لا معنى للوصول إلى الهدف. اثنين، صلاح الهدف، إذا كان الهدف فاسد فلا معنى للوصول له. صلاح الهدف، وهو مستنبط من قوله تعالى في نفس الآية: أراد الآخرة، وهو عكس من أراد الدنيا، الآخرة والدنيا، فالدنيا تسافل والآخرة تكامل، والآخرة تطلق ويراد بها التكامل أو الهدف الأسمى. ثلاثة، الإيمان واليقين بالهدف، لا أن يكون مجبراً أو مسيراً، وهو كما في قوله تعالى في نفس الآية: وهو مؤمن بالوصول إلى الهدف وبالهدف. رابعة، أربعة، السعي الحثيث والعزم والعزيمة، كما في قوله تعالى: وسعى لها سعيها. مو يقعد يسكت يحط ايده على خده وتعال ربي وصلني،